الرئيس السيسي يعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم. البنتاغون يعلن إرسال المزيد من القوات إلى العراق ردا على مهاجمة سفارة الولايات المتحدة ببغداد. الجيش السوري يقصف تجمعات للعناصر المسلحة ردا على مقتل وإصابة أفراد له في اعتداء بالقذائف الصاروخية في ريف حماة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية في أول أيام العام الميلادي الجديد. كل عام حضراتكم بكل خير. بعد متابعتنا لعناوين الأخبار نبدأ تفاصيل الأنباء، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع أملي أن يكون هذا العام عام خير وبناء وتماسك يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام أنتم بخير. وفي سياق متصل، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد. وأعرب السيسي عن أطيب تمنياته لهم بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا مفعما بالرخاء وبالمزيد من التوفيق والنجاح لهم ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم بدوام التقدم والرفاهية. كما بعث السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة. كما اجتمع الرئيس السيسي مع السيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لاستعراض نشاط وخطط الهيئة ومشروعاتها في مجالات عدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المهندس محمد يحيى زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، كما استعرض ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة وما بها من إمكانات وأصول والترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة مع الشركاء الدوليين على أرض الواقع. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملامح خطة الهيئة حتى عام 2025 ومحاورها المختلفة في هذا الصدد، والتي تهدف بالأساس إلى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والإفريقي، وكذا تطوير موانئ العين السخنة والطور والأدبية التابعة للهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبية لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بمستجدات تطوير وتحديث مصنع سيماف، والذي يعتبر المصنع الوحيد المصنف عالميا في مجال صناعة السكك الحديدية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما تطرق الاجتماع إلى عدد آخر من المشروعات المستقبلية للهيئة العربية للتصنيع، مثل إنشاء مصنع الإنتاج وسك اللوحات المعدنية للمركبات باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا الألمانية، فضلا عن مشروع إنشاء مصنعين بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المختلفة لنقل التكنولوجيا المتطورة المرتبطة بإنتاج السرنجات الآمنة وكذا الشرائح والمفاصل الطبية. وفي شأن مصري آخر، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار، وذلك لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسة بالعديد من محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات. أكدت وزارة الخارجية المصرية على ثوابت موقف مصر المتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية إن الوفد المصري الذي شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الوضع في ليبيا حذر من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذلك المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا. وأضاف بأن جامعة الدول العربية شددت في الاجتماع على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية. كان مجلس جامعة الدول العربية قد أكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، فضلا عن رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه. كما أكد مجلس الجامعة في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر عام 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في البلاد. اتصالات مكثفة على كل المستويات مع كافة الجهات الدولية ومواقف إيجابية لجامعة الدول العربية بشأن الأوضاع المتصاعدة في الأراضي الليبية، تتزامن مع انعقاد اجتماع طارئ بالقاهرة بمشاركة المندوبين الدائمين من أجل تسوية الأزمة سلميا ومنع الانتهاكات والاشتباكات المسلحة هناك.
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية يعني أن يكون مخصصا لموضوع واحد، وهو بناء على طلب من جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة والمتصاعدة في ليبيا. هناك تدخلات خارجية في الشأن الليبي، خاصة من جانب تركيا التي أعلنت صراحة عن تدخلها بشكل سافر في الأوضاع في ليبيا، رغم كان هناك تدخلات من قبل، ولكن هذا أصبح يعني واضحا للعيان أمام العالم كله. فبالتالي مصر وإدراكا من دورها على الساحة العربية وباعتبارها من أكبر دول الجوار لليبيا دعت إلى هذا الاجتماع، أيدته عديد الدول العربية. من جانبه أكد مجلس الجامعة العربية الالتزام بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي والعمل على دعم العملية السياسية من خلال تنفيذ اتفاق السخيرات ومنع تسلل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة حفاظا على أمن ليبيا واستقرار المنطقة. نجد اليوم التدخل التركي السافر والاتفاقيات الموقعة بين حكومة المجلس الرئاسي المدعومة طبعا قطريا ومدعومة بريطانيا، اليوم اتفاقية التي وقعت هذه تشكل تهديدا للسيادة الليبية، تشكل تهديد للأمن الليبي، تشكل تهديد للنسيج الاجتماعي الليبي. الآن الصراع في ليبيا ليس صراع بين الليبيين فقط، وإنما صراع إقليمي ودولي. وأكد المشاركون خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية من جانب واحد بغية حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي للسعي نحو حل ليبي خالص بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المعنية. تحرك عربي عاجل بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، رفض التدخلات الأجنبية ومنع التصعيد العسكري هناك عبر حل سلمي وآليات فاعلة من خلال المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا واستقرار منطقة المتوسط. من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ياسين سيف، النيل. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قائلا إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع طهران. وأضاف ترامب في تصريحات في ولاية فلوريدا الأمريكية أنه يسعى للسلام. كان الرئيس الأمريكي قد وجه تهديدات إلى طهران عقب تعرض السفارة الأمريكية في بغداد إلى هجوم من قبل محتجين تقودهم ميليشيات مدعومة من إيران وفقا لتقديرات واشنطن. يأتي هذا فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن البنتاغون سيرسل فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى العراق، مضيفا أن هناك قوات إضافية ذات جاهزية عالية لنشرها في الأيام القادمة. في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في أعقاب مظاهرات عنيفة للعراقيين أمام سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد واقتحام عناصر يرتدون زي الحشد الشعبي السفارة الأمريكية. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا أمريكا. هكذا ردد آلاف العراقيين هذا الشعار أثناء اقتحامهم السفارة الأمريكية في بغداد، ليس لتواجد القوات الأمريكية منذ عام 2003 ولا لتدخل واشنطن في شأن العراقي، ولكن تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليلة الأحد مقارات فصيل موال لإيران. وتدفق رجال يرتدي عدد كبير منهم زي قوات الحشد الشعبي وعدد من النساء في اتجاه السفارة الأمريكية منذ صباح الثلاثاء، واجتازوا الحواجز الأمنية وصولا إلى الجدار المحيط بالسفارة، وقاموا بتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على السور الخارجي، ورشقوا أبراج المراقبة بالحجارة وأحرقوا بعضها، ثم اقتحموا البوابة الرئيسية للسفارة وصولا إلى المدخل. وبحسب مصادر أمنية، أطلقت قوات أمريكية بالسفارة بعض العيارات النارية في الهواء، ثم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش، وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
فيما حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن إرسال قوات إضافية لضمان أمن البعثة الدبلوماسية، ووصلت مروحية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز إلى السفارة. بينما قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة موظفيها وسفارتها في بغداد. وأثارت ضربات جوية نفذتها القوات الأمريكية ليلة الأحد ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق، وأسفرت عن مقتل 25 مسلحا، أثارت غضب لدى الشيعة بالعراق. وجاءت الغارات ردا على مقتل أمريكي في هجوم ب 36 صاروخا استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أمريكيون. والهجوم على الأمريكيين هو الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية ضد مواقع توجد فيها قوات أمريكية بالعراق، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم، فيما اتهمت مصادر أمريكية كتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبية بالوقوف خلف تلك الهجمات. تأتي هذه التطورات الأخيرة بين طهران وواشنطن، بينما تقدم إيران منذ سنوات طويلة التمويل والتسليح وتتولى تدريب فصائل مسلحة بارزة في العراق انضمت في عام 2014 إلى صفوف الحشد الشعبي. تلك الفصائل المسلحة تتألف من قادة ومقاتلين عراقيين فقط، والتي تعزز طهران من خلالها نفوذها في العراق. للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، سيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك سيد باسل. حياكم الله وحيا قناتكم الموقرة وحيا السادة المشاهدين. أهلا بك فندم. بينما تستمر غضبة الشارع العراقي تجاه النخبة الحاكمة على نحو تبعناه على امتداد الشهور القليلة الماضية، جاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد ليضفي بعدا آخر أو ليغطي على الأحداث في الأيام القليلة الماضية. لأي مدى يعني يشتبك اقتحام السفارة العراق الأمريكية في بغداد بما يجري في الشارع العراقية من تظاهرات بحق النخبة السياسية؟ سيد العزيز، بالبدء بأنه هنالك حدث قصف على المواقع تابعة للحشد الشعبي وهذه المسميات، ولكن كان ردود الفعل ليس ردود فعل بأنه إيجابية وضمن الأطر القانونية والدستورية والدولية. اليوم ما يحدث بعد هذه التظاهرات وبعض هذه المسائل، ما يحدث من قبل بعض الأطراف اتجاه السفارة الأمريكية، هذا يأخذ العراق إلى نفق مظلم أو إلى صراعات أمريكية مع بعض القوى السياسية في داخل العراق. فهذه المسألة مرفوضة جملة وتفصيلا، لكون هذه المسألة ليس ضمن الأطر الدبلوماسية والأطر الدولية وإلى آخره. كان هنالك الكثير من المسائل بإمكان بأن نلجأ إليها أفضل من هذه المسألة، ولكن اليوم جميع المؤشرات والمعطيات تشير بأن هذه الأطراف التي دخلت على السفارة بأنها ليس بإعاز شخصي، ولكن هذه من هنالك أطراف خارجية هي من أعطت الأوامر بالدخول على السفارة، وما حدث كذلك في اليوم أمس.
السيد العزيز اليوم الشارع العراقي منقسم إلى قسمين، القسم الذي خرجوا في تظاهرات في ساحة بغداد وفي باقي المحافظات يرفضون بمثل هذه الأساليب. هذا جانب. الجانب الآخر والأساسي، في السابق عندما خرجت التظاهرات تم ردعها أو تم صدها بالانقلاب المسيل للدموع وبهذه المسائل وهذه المسميات، لكن الآن عندما دخلوا بعض الأطراف إلى داخل الخضراء ولا يوجد أي مكافحة شغب ولا يوجد هذه المسميات، هذه قد عرفت بالدليل القاطع بأن هذه الأطراف التي من داخل القوى السياسية هي التي كانت وراء بأنه استشهاد المتظاهرين والقتل والخطف وهذه المسميات. واليوم ما دخلوا إلى الخضراء لأن نلاحظهم دخلوا في داخل مركز الدولة العراقية والدولة لا تحرك ساكن. دعنا نركز على النقطة الأخيرة اللي حضرتك أشرت إليها سيد باسل، بأنه هناك أيدي خفية سمحت بحدوث ما جرى في السفارة الأمريكية. هل يعني ذلك أنه ربما هناك قوى سياسية ما في العراق تريد التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية على نحو يعيد واشنطن المشهد العراقي من جديد بشكل أو بآخر؟ هذا تحصيل حاصل بأن هنالك أطراف تحاول بأن يكون هنالك بين مشاحنات وتقاطعات بين بغداد وبين واشنطن، وهذا لا يمكن. يوجد لدينا اتفاقية دولية. هذا من جانب. الجانب الآخر عندما نتحدث بأنه هنالك أطراف بأن تأخذ أوامر من أجندات خارجية، اليوم عندما دخلوا إلى السفارة ماذا لاحظنا؟ لاحظنا رفع صور الخامنائي، رفع صور السليماني، رفع صور كل هذه المسميات. نحن عندما نريد أن نقوم بمظاهرة يجب أن تكون مظاهرة سلمية، تكون مظاهرة عراقية، ولكن عندما يتم رفع صور هذه الأطراف بمعناها هذه المظاهرات هي قد أتت بإعاز من خارج العراق. نعم، شكرك، شكرا جزيلا السيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد. من العراق إلى سوريا، حيث قتل ضابط وأصيب عدد من الجنود في صفوف القوات السورية على خلفية الاعتداء بالقذائف الصاروخية في الريف الشمالي لحماة. وقد رد الجيش السوري على الفور على مصادر النيران مستهدفا مقر القيادة ومراكز تجمع المسلحين، وقتل عددا كبيرا منهم ودمر 3 منصات لإطلاق الصواريخ، وكبد المسلحين خسائر كبيرة في المعدات. في شأن عربي آخر، تتواصل معاناة الفلسطينيين في ظل قرار الاحتلال الإسرائيلي المتعنت حجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية. كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد صوت الأحد الماضي على حجب 43 مليون دولار من عوائد الضرائب عن الفلسطينيين، زاعما أن النقود تستخدم للتشجيع على أعمال العنف. يدخل الفلسطينيون العام الميلادي الجديد وسط معاناة يشعر خلالها المواطن العادي والمسؤولون في مدينة رام الله بالضفة الغربية بالاضطهاد والظلم بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بحجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية. اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أن القرار يجسد سياسة إسرائيلية عميقة بمعاقبة الشعب الفلسطيني. هذه كلها جزء من السياسة الإسرائيلية الاحتلالية للضغط على الجانب الفلسطيني ولإنزال العقوبات في الشعب الفلسطيني والقيادة. طبعا هناك أزمة سابقة ومستمرة، وهذه ستفاقم الأزمة وتزيدها صعوبة، وأنا في رأيي ما لم يتم تدخل دولي حقيقي والضغط الحقيقي على إسرائيل لجعلها دفع ثمن مثل هذه التصرفات ستستمر في غيها، خاصة على ضوء العملية الانتخابية الآن. وتنبع المعاناة الفلسطينية من أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في دعم أسر الذين تعرضوا للسجن أو القتل نتيجة هجمات استهدفت إسرائيل بحسب تقارير متعددة. هذه عملية ابتزاز الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، هم مسؤولية لدى الجانب الفلسطيني ونحن نتحمل مسؤوليتنا، وستبقى هذه أولوية
على جدول أعمالنا بالرغم من أن الأزمة المالية هي أزمة متصاعدة ومتراكمة. وتجمع إسرائيل بموجب اتفاقيات سابقة عائدات الجمارك وضرائب أخرى بالنيابة عن الفلسطينيين وتحول الأموال للسلطة الفلسطينية، ويصل مجموع تلك التحويلات الشهرية نحو 170 مليون دولار، وتمثل مصدرا رئيسيا لتمويل موازنة السلطة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صوت الأحد الماضي على حجب 43 مليون دولار من عوائد الضرائب عن الفلسطينيين، زاعما أن النقود تستخدم للتشجيع على أعمال العنف. في الختام نذكر بأهم ما جاء بنشرتنا من عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم. البنتاغون يعلن إرسال المزيد من القوات إلى العراق ردا على مهاجمة سفارة الولايات المتحدة ببغداد. الجيش السوري يقصف تجمعات للعناصر المسلحة ردا على مقتل وإصابة أفراد له في اعتداء بالقذائف الصاروخية في ريف حماة. بعد التذكير لمؤخر عناوين الأخبار ننهي نشرتنا الإخبارية الصباحية. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.